خاص او اللي بيحب كرة القدم اجاد، او يعني شايف ان مصطفى شلبي اجاد في بطولة الدوري العام ممتاز واشدت بيه اكتر من مرة، وشايف ان هو لعيب عنده كواليتي، ولكن هي وجهات نظر. كل مدير فني ممكن دلوقتي حابب يقلل العمر او يعني ما يبقاش فيه لعيبة كبار في السن فيها الفرقة. كل دي امور اكيد يعني مع فيريرا اللي يعني ماسك ملف الكرة في نادي الزمالك، والحقيقة مجلس ادارة نادي الزمالك مديله كامل الحرية ان هو يختار كل اللاعبين اللي موجودين. وانت برضه بيرجعنا يا غانم لنفس النقطة، فكرة ان ممكن يكون في نجم متألق في مسابقة الدوري، ولكن النادي محتاج ولا لا؟ يعني هل نادي الزمالك عنده أكتر من لاعب بيلعب في المركز ده ولا لا؟ هي دي بقى اللي بترجع للمدير الفني والاختيارات. يعني فكرة إن أنا أجيب أكتر من صفقة على نفس المركز وما استفدش بيهم، وإن اللاعب نفسه ما يلعبش أساسي، أعتقد دي برضو ما بتكونش في مصلحة اللاعب. اللاعب وقتها يكون محتاج إن هو ينضم لنادي تاني يكون بيحجز مكانه أساسي. ممكن لو كمل مع فريقه هياخد الفرصة. يعني طبعًا قائمة منتخب مصر في آخر فترة بنشوف فيها محمد إبراهيم من سيراميكا، مصطفى شلبي من إنبي، أحمد رفعت مع فيوتشر، أحمد عاطف من فيوتشر، لعيبة كتيرة جدًا ظهرت مع منتخبنا الوطني المصري وهي في انديتها. فالموضوع ما بقاش زي زمان ان العين شايفه او المباريات التلفزيونيه المذاعه لانديه اهلي وزمالك وبس. بنشوف الحقيقه دلوقتي القناه عندنا بتغطي واستوديوهات تحليليه لكل الانديه. الجماهير في مصر بقت عارفه اسماء كل اللعيبه من اول المركز الاول اللي بيحتله نادي الزمالك لحد فرقه مصر المقاصه، الا ما تكون عارف اثنين او ثلاث لعيبه اللي بيجيدوا في الدوري العام الممتاز. والحقيقه زي ما فرح كانت بتوضح كده، دي احد النقاط الهامه، ان كل لاعب لازم يدرس تماما مشاركته في النادي اللي بيلعب فيه، والعمليه الانتقاليه هتفيده مش بس على الصعيد المادي، في مستواه كمان الاحترافي في كره القدم.